السلام عليكم. اكيد كلنا نعرف استوديو جيبلي، الاستوديو اللي قدمنا عدد كبير من افلام انيميشن ممتازه مثل هاول موفين كاسل وغيرها كثير شايفينها وانتم هنا. فحتى لعبه نينو كوني بتعاون مع ليفل 5 على جهاز بلاي ستيشن، لعبه كانت جدا ممتازه، هم كمان اشتغلوا عليها. فاللي صار ان امس مؤسس الاستوديو اعلن بان خلاص راح يبطل شغله وكذا، وطلع كلام ان الاستوديو كله راح يقفل من هذا الكلام، لكن اتضح انه كان في خطا في الترجمه شويه. الاستوديو ما راح يقفل، هو ذكر انه راح يوقفون تقريبا مده سنه عشان يعيدون لما يقول تنظيف الشركه من جديد ويشوفون وش احتاجهم بالضبط، يصلحون الاخطاء، لانه على كلامهم انه مو جالسين يجيبون دخل على قد التعب اللي هم يشتغلونه. فزي ما قلنا راح يصير في اعاده تطوير واشياء زي كذا، فالاستوديو ان شاء الله ما راح يقفل، بالعكس الاستوديو ناجح اكيد نبغى يكمل. نزل تحديث جديد للسمارت جلاس الخاص لجهاز الاكس بوكس 1. طبعا نعرف سمارت جلاس يقدر تشغله تقريبا على الاجهزه اللوحيه وحتى الهواتف وكذا وبعضها. فاللي صار من هذه الاشياء الجديده في التحديث الاخير وشي، اول شيء انك صرت الحين تقدر تشتري العاب او محتويات اضافيه لجهاز الاكس بوكس 1 من خلال جهازك المحمول، وترجع وتحصل جهازك الاكس بوكس حمل الاشياء هذه. كمان الحين انت تقدر تستعرض الاشياء الموجوده على طريقه الفيد، مثل ما نعرف كل الاشياء فوق بعض، خويك مثلا لعب لعبه فلانيه، شرى لعبه فلانيه وكذا، وتقدر تسوي لايك للاشياء هذه على حسب الاشياء اللي تعجبك. كمان صرت تقدر تسوي براوز للالعاب والمحتويات الاضافيه الخاصه فيها، كان تم تحسين اداء البرنامج وحل بعض المشاكل. احد المتاجر الفرنسيه اللي تابعه جيم ستوب يعني تسربت صوره كذا انه راح يكون في حزمه للعبه سنسيت اوفر درايف لجهاز الاكس بوكس 1، والجهاز بيجي باللون الابيض، وموعد اطلاقه باذن الله تعالى راح يكون في منتصف اكتوبر، 18 اكتوبر تقريبا، مو مؤكد هذا الشيء ترى، بس ان شاء الله نشوفه. اكيد كلنا نعرف ان يوبيسوفت راح تحلب واتش دوجز، هذا الشيء اكيد يعني منتهين منه عارفين اكيد. فاللي صار الحين بداوا يرسلون ايميلات عشان يعرفون من اللاعبين ايش الاشياء اللي عجبتهم في واتش دوجز الاولى، بحيث انه ممكن يشوفونها في جزء جديد قادم. الاحداث يتوقع انها راح تكون في ايش اسم المدينه؟ كامدن بنيو جيرسي. فيعطيكم العافيه على المتابعه، ان شاء الله يكون كفيت ووفيت. لا تنسوا اللايكات والشيرات وسبسكرايب في القناه، وهذا الشيء الحلو منكم، وشكرا محمد هذا الشيء، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. ايش فيك؟ جيرسي بس انا كل الناس تان او يو ديدن اللي كذا ال لا ذاتس لا انا ما اوكي سوري بعد